نشوف بقى عندنا ايه النهارده. لو عندك النهارده اي حاجه في البيت، انا النهارده مش هعمل اي حاجه غير لما تشوروا عليا. انا النهارده عندي عيش ناشف كان بايت عندي وحمصته، وعندي شويه عسل والزبده في البيت، وعندي نص كوبايه لبن فايضه من العيال. قولي اعمل بيهم ايه بقى؟ نتصرف نعمل بيهم ايه؟ عاوزين نعمل حاجه حلوه تسد. كلموني وابعتولي الرسايل. كل حبايبنا اللي عاوز يبعت رساله يبعتها لنا، هيشوفها معانا على الشاشه، وكل اللي نفسه فيها هنقوله له. وابعتولي دلوقتي واتصلوا بيا، عاوزين نحل الازمه اللي فيها غاليه يستركم. عاوز اعمل للعيال حاجه حلوه، وفي نفس الوقت عاوز اعمل لهم اكله حلوه يتقوتوا بيها. بس للاسف ما عنديش غير اللي قلت لكم عليه، عندي عيش ناشف وعندي عسل وعندي زبده وعندي لبن. اعمل ايه؟ وفي حاجه تانية بقى، ده الحلو لو هنعمل حاجه للعيال. لو فتحتي بقى مفيش فلوس اهو، وجوزك ما سافلكيش مصروف، وفتحتي تلاجتك ولقيتي درج التلاجه فيه من كل حاجه واحده، حاجه فايضه عندك، جزرايه على بطاستايه على مثلا كسايه على قطايه، ومعندك شويه رز او شويه مكرونه. لا الكسايه تنفع لوحدها، ولا البطاستايه لوحدها، ولا الجزرايه لوحدها. دايما اللمة حلوة والكترة سعد وهنا، فهنجمعهم مع بعض ونطلع منهم أكلة. برضو قولولي نقدر نعمل إيه بشوية مكرونة أو شوية رز مع الكساية والبطستاية والطماطماية والبطستاية. وأنا وعدتكم بقى امبارح إن أنا هعمل لكم النهاردة الفلفل المخلل. إحنا دلوقتي في موسم الفلفل البلدي، الفلفل البلدي الرفيع ده، شايفينه؟ ما تخلليش غيره. لو لقيتي الجريدلي الكبير قوي الطويل ده ما ينفعش للتخليل. ليه؟ قلبه هيفضى منك ويتهري. عاوزه تخللي، خللي الفلفل البلدي القرن الصغير ده بس، ده للتخليل. انا قلت لكم احنا قدامنا كل اسبوع في عندنا كل المخللات دي بتتخلل ده اوانها، عشان هناكلها ابتداء من شهر 12 في الشتاء مع البطاطس المحمره ومع العجه ام بيض والاكل الحلو اللي بيدفي. فالنهارده هنخلل الفلفل البلدي. عبال بقى ما اخلل الفلفل البلدي قولوا لي هنعمل ايه في العيش القديم وفي شويه الخضار الصغيرين دول. ماما ليلى. الو ماما ليلى، صباح الفل. صباح الفل يا غاليه. صباح الهنا يا ام قلب ابيض. ازيك يا حبيبتي؟ ان شاء الله تسلمي من كل وحش. ربنا ان شاء الله يجعله ادم الهنا والسعد عليكي انتي والقاهره والناس، منوره مصر كلها. ربنا يخليكي لينا ويطول لنا في عمرك، وقلبك الابيض ده كده اللي مزهزه كده ومخيم علينا. تعيشي يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه والعالم العربي كله طيب، بتقول المدارس ربنا يجعلها سنه هنيه عليكي يا رب، وعلى وعلى الدنيا كلها، ومصر كلها تبقى منوره بالسنه الجديده ان شاء الله. تسلمي. وكل المدارس السنه دي يجعل ولادنا يا رب هم قره اعيننا، وهم اللي يوصلوا لاعلى المراكز، علشان نشوفهم دايما في هنا وسعاده، وبالتالي احنا هنبقى اسعد ناس في الدنيا. يا رب يخليكي. بس شوري عليا بقى، قولي لي اعمل ايه النهارده للعيال؟ انا هقول لك، انت عندك العيش وعندك السكر وعندك العسل وعندك السمن وعندي شويه لبن في كان اكله زمان جدودنا بيعملوها اسمها سخينه. الله ينور عليك، ان شاء الله يفتحها في وشك يا رب. تعيش يا حبيبتي. جدودنا، انا يعني اسمع جدتي زمان كانت تقول ان في اكله اسمها سخينه، بتاخد العيش ده وتحط السمن يسيح شويه بسيطه او الزبده، وبعدين تحط العيش وتحط شويه السكر وشويه عسل عليه، بتبقى عامله زي البسبوسه. اللهم صل على النبي، يحصل ويتعمل. وبتبقى جميله جدا، والله هي مش الاكله هي اللي بتبقى حلوه، هي النفس الطيبه والرضا، بتلاقي اي لقمه بتدخل البق بتبقى جميله. بسم الله على حنكك الحلو، بصله المحب خروف.